بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم رجعت لكم بمقطع جديد عن لعبة جي تي اي 5 الحياة الواقعية، أكثر سلسلة جالسين تطلبون مني يعني إني أنزلها بالقناة، فأتمنى دعمكم على هذا المقطع بزر اللايك يعني، وليتس جو، خلينا نمشي على بركة الله، لازم ندور لنا شخص. السلام عليكم. وعليكم السلام. أركب معك؟ أركب معك. روح فين؟ تعال أركب ومنروح، والله منروح. وين؟ وين ما تبي؟ أنا خاف تخطفني. لا والله ما عندي ولا سلاح، يعني توني جديد على المدينة أصلا. بتخطفني أنت إلا بتخطفني. لا لا ما بخطفك، ما بخطفك. عسكري يا عسكري. ليه بتنادي العسكري ليه؟ يا عسكري عسكري يا عسكري. أنا وين؟ عسكري 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 بيخطفني ده. أركب تعال أركب معي. ماشي بيخطفني يا عسكري. بنروح بس مشوار، بنروح مشوار. تعال كمان أركب يا عسكري، أركب معي الذبي. يا عسكري بحرك ما تجي يلا ما تجي ما تاخذني يلا تعال يا باشا ما تاخذني معك. اركب معك تفضل. بس سيارتك صغيره وكرشيتك قبيره، ممكن تنزل؟ عادي ما عليك اركب. انا عاوز اسوق. لا زودتها يعني اخذك معي وتسوق كمان. هاي ممكن اسوق؟ انا عاوز اخذ لفه. بتسوق ليه طيب سيارتي؟ عاوز اخذ لفه يلا. انت 50,000 اخليك 50,000. ده انا طلبت تسوق، ما طلبتش تعرض لي عرض وحركات كده. قلت الادب دي. هي مو قله ادب. طب اسمع عندي لك سؤال، والله لو تجاوب على السؤال خليك تركب وخليك تاخذ السياره وتروح. اسال. شوف اسمعني، سمعت اخر الاشاعات جالسين يقولون انه البنات يعني بشكل عام اذكى من الشباب، حلو؟ خلينا نثبت هذا الشيء انه غلط. 7 × 8 كم يساوي؟ 7 × 8 لو سمحت كم يساوي؟ لا تفشلنا لو سمحت. هذا والله ما زين والله. 56. كفو. بعد ما حطيت جوجل وما ادري ايش. لا ردف يا حبي، ردف حاجه وممكن تنزل عشان اسوق. يلا خلاص تم، لانك جاوبت على السؤال، تفضل خذ سيارتي. تجي تركب جنبي. بركب جنبك يلا. احاها مواطن. عاوز ايه بقى؟ عاوز انت الثاني يا مواطن. هلا هذا ابو السياره. جنب الهند. مين يتكلم انت؟ من يتكلم؟ اصبر وينك انت؟ يتسب شوفني. هاي اشوفك. يا بعدي لين عاوز ايه يلا؟ صدم فيني يا قلبي. عاوز ايه يلا؟ اقول لين هذا تصدمني. وانا صدمت. انت صدمتني توك الشاطئ. بيعملوا ايه ده؟ ما ادري سحر اسود. تعال اسكت. تعال بكلمك. تعال في مركز. تعال مواطن. ما يتكلم يا ابوي انت. تكلمك انت. تحشيش. خلاص مواطن. ايه ده التحشيش يا ابني؟ يا عسكري. عسكري انت سكران ولا ايه؟ زق السيارة. مش عم تمشي. زق السيارة. انزل انت. زق السيارة. انزل يا مواطن. ما تزق السيارة يا ابني. انزل ليه؟ ما تزق الزيارة يلا. انزل ليه طيب؟ انزل ليه؟ انا عملت ايه؟ انذار خير ترى بذبحك. انزل يا مواطن. بنزل ما اعمل شيء اصبر. يلا انزل. السلام عليكم. عليكم السلام. شو عندك نازل طقطق يا حبيبي؟ والله ما طقطق صراحة، بس شفتك يعني حاسس انك شارب شيء يعني، بس حبيت اطمن عليك. شارب شيء حلو. انا ترجل عسكري هذا. عسكري حارك انزل السيارة. بطلق عليك انت. اهرب يطلق علي. اهرب كيف انزل؟ تطلع علي ليه؟ عاوز تطلع علي ليه؟ اهرب يا ابني. خلاص بنزل والله بنزل. انزل ده لك ترى انت نزل. عاوزني انزل يا حبيبي؟ ليه ما تحرك ليه؟ ورطني مع العسكري. نزل خلاص نزلت. شفت والله نزلت. هذه مو عليها هانة رجل عسكري صح؟ لا بالله عليك شوف طيب عشان انك محترم بعطيك 10 تمام او 5. اسمع 50,000 وخليهم 5 اوكي؟ يا اخي صوتك مو غريب علي. طيب شوف بما انه صوتي مو غريب عليك خليني امشي لو سمحت. عرف اسمه المكان اني عرفتك. ها الله يدني كنت اتابعك والحين صرت الزنك. شوف يرطب ترضاها يعني تسجنني. والله زنك 5 يلا كفو. يعني هانت رجل عسكري له 20 وزي كذا وطقطقه بس يا اخي. والله ما قصرت. ما عليك تمام. ابد والله. بلا بس اسمع. اتشرف بمعرفتك يا يلا. حبيبي والله ارسل لي واحد على السجن خليني اتسلم معاه. انت فاصل يا ولد. ابد تبي شيء حبيبي والله. شكرا اهل ستريمر والله. شكرا على راسي والله حبيبي. اوه بلياردو وحركات يا حبيبي. اخذتها حاليا يا شباب. جيلد فور 5 مينت.
مين يتكلم؟ الو؟ اه مشهور عرفتك. وينك طيب؟ الو؟ فوق. شو تسوي فوق؟ سجنوني 10 اشهر حرام. اوه. حلو حلو، طيب اسمع انت ليش مسجون حاليا؟ ايش سويت؟ هرب من الشرطة، قتل المواطن. اوف. والله حرام يعطوك 10 شهور صراحة. والله مفروض 60 يا حبيبي. اي اي مفروض. سلام. والله السجن حاليا مرتب ما اخبي عليكم. او ماي جاد، هذا السجن ولا وين رايح انا؟ والله الشباب السجن عندهم مرتب كثير. والله السجن مرتب ابعد درجه حاليا. شوف معنا طابق فوق وطابق تحت، ركزوا معنا حاليا بلياردو وحركات. اوه شوف الشرطه، شوف الشرطه. اوه اوه اوه، حادث حادث يا حبيبي. والله كان بيروح بيطارد واحد ثاني، صار يطارد هذا اللي صدمه حاليا. يا سلام، واخيرا اخلوا سبيلي بعد ما طلعنا من السجن حاليا. افتح الباب لك حبيبي، افتح الباب، ما ورانا حاليا شغل. فين سيارتي طيب انا حاليا؟ او ماي جاد، سيارتي حتى مو موجوده. طيب نروح نطلع السياره من الكراج. السلام عليكم حبيبي، طالب ادمن. أمه هلا، كيف حالك؟ سلام. وعليكم السلام. هلا ممكنه صح؟ صحيح. أصب شوفك تتسكع بالمدينة، من رايح؟ بخطف واحد. بتخطف واحد؟ نعم. يلا بيجي معك. يلا يلا بيخطف واحد يقول لك. معك سلاح أي شيء؟ عندي سلاح، عندي كل سلاح. والله بيطلع السيارة حاليا شباب، لقينا شخص مع أسلحة كتير يعني، نتفق معه حاليا وبنطلع نخطف لنا شخص ثالث يعني برا المدينة. كل مرة بيجي بيسوي عملية خطف بيطلع لي شغلة تانية، ما بسوي عملية الخطف بسوي شغلة تانية. أتمنى حاليا ما أتشتت يعني. يلا بسم الله، شوف المشي بس يا حبيبي. والله كفو كفو. يلا يلا بسم الله. أروح بيتي بندق فلوس. عندك بيت؟ مقري. يب يب. أما وديني والله، خليني نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف راح أقول لك شيء بس ما حد المفروض ما حد يعرف، تمام؟ ها هذا مش هذا سحوري 25 مال. مقركم هذا كلكم ولا ايش؟ يب. اسلحه ببلاش وهيك. حلو حلو حلو. والله شوف ما يحتاج، انا بس اعطني مسدس واكون مبسوط كثير. بس ان شاء الله ما اكرس لان خلاص خلني اشتري. اي كان جيف هم اعطي اس ام جي بيسبول، مضرب بيسبول ينفع. اما الله ولا يا حبيبي والله كفو. مين اخطف طيب الان؟ مين اخطف المشكله؟ سلام يا سلام، شكرا شكرا، وضعي تمام حاليا. اوف سنايبر كمان، والله ما يحتاج. اه من جا؟ بسم الله. الو تسمعوني ولا الو؟ اوه فصل الصوت من عندي يمكن صح؟ احد يسمعني؟ اوه فصل الصوت اتوقع، وانا جالس اتكلم مع نفسي. هي اعرف ايوه هي جا ميوزك. هلا تسمعوني؟ هلا والله. يب سامعينا. طيب الان شو نسوي حاليا؟ وين راح الفريق تبعنا؟ شو جيون بس هذاك راح يرجع بس يخلصوا هون. القتل فوري ما في تهديد، فهمت؟ وين هون بالمكان؟ يعني تطلع. لا 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 هو لا لا تدور برا المدينه. انا بخطف واحد. لا اسمع، قبل ما نذبح نشوف اذا بيعطينا فلوس. اذا اعطاني 50,000 راح ارميه من فوق الجبل. بنعمل سيناريو يعني. لا 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 شوف، هلا نجيب واحد رهينه. لا 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 ما احتاج والله، ما احب السيناريو المتفق عليه وما احب والله. يب يب يب. لا 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 ابدا، احب دائما يكون الوضع هيك عفوي، نسوي بين نفسنا و... يلا يلا مشينا نروح. يلا مشينا. يلا استني. اي والله السياره كبيره حلوه. اركب اركب امام، اركب امام. اي والله تركب انت اكبر مني. طيب شباب اسمعوني منيح، عشان طلع واحد معانا انا راح اتكلم حلو، عشان اقنعه بذات نفسي يطلع معانا وهي الحركات. بس روح عند واحد وخليني اتكلم انا. هذا اللي ورا، هذا اللي ورا راكب سياره، شوف ما احلى لوحده. ما في احد فيه. والله اني احاول. هاي اقطع من المنتج. هلا السلام عليكم يا مواطن. الو السلام. هلا كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله. اسمع حبيبي، عندي لك هديه جدا حلوه، ايش رايك تركب معنا؟ لاقيني في لفه يا طيب. لا لا شوف شوف اسمع. لا 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 شوف بس اسمع اسمع، والله بشرح لك على السريع. نحن حاليا عددنا 3 اشخاص ولكن ما يكفي عشان نروح نسرق بنك الشمالي اللي صاير. وانا الرابع واكون الرهينه يعني ام الفله. يلا معك. لا لا شوف، مو انت الرهينه، الرهينه بنجيبها على الطريق. اركب معنا تعال، اوعدك. اسمع اسمع، تعال تعال وعد من الميوزك. انزل 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 انزل. طيب ها طيب ها تفضل قول كذا عشان اصدقك. قول والله ما اخليك رهينه. والله ما اخليك رهينه. ارفع اصبعك. طيب ها والله ما اخليك رهينه. ها شوف. يلا بسيط. هذه كفو كفو، خلي يركب معنا بس. يلا طار اركب نمشي احسن. يلا روح بحدد لك المكان. احدد لك المكان. لا تخاف. طب انا حلفت قلت ما راح تكون رهينه، خلاص ما عليك. وعد وعد وعد. انت ما منه.
حتى المصعب يقول انت مو منهم، ايش مسويين بعدكم؟ او ماي جاد. رايح البنك؟ روح على البقالة اللي حددت لك عن المكان، بس باخذ اكل بس. ايش فيه ذا؟ شقلبنا يا مسعف. خلاص مسعف، يا مسعف لو سمحت، يا مسعف لا تبكي. لا والله ببكي كنت والله. خلاص ابشوف كنت كنت يلا خلاص خلاص ما علينا. الله وش المسعف المحشي شباب؟ اسألوه اول شباب ترى انا امي تحبني تدرون؟ ايه ما عليك والله، نحن حتى امهاتنا تحبنا كثير. ايه بس اقول لك كذا يعني. بس يعني ما في سبب؟ لا لا بدون اي سبب. طيب طيب حلو. وانت هويش تهويش بس تهويش. انا اتوقع بنوصل ميتين قبل ما نوصل المكان حبيبي. يا حبيبي والله العظيم ترى يا شباب انا لو تصدم رصيف مت. والله حتى انا دمي بالمره صار. راح نسرق بنك حبيبي. صح، ايش البنك اللي هنا يا شباب؟ لا لا مو هنا، بروح البقاله بالاول على طريقنا صاير لان البنك الشمالي. بس البقاله على السريع ننزل. شوف هاي البقاله اللي امامنا، ايوه انزل فيها. شوف هاي البقاله، خلينا ننزل فيها. يلا بسم الله. يلا يا شباب يلا. معك سلاح يا حبيبي؟ مين اليوم ما تحبه؟ ايوه اي ماي ما عليك ما عليك. كفو. يلا تعال ادخل للداخل يا شباب، للداخل للداخل. يلا كلنا كلنا ارفع يدك يا اللي امه تحبه حبيبي. ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك. طيب وش صار بالاصبع يا ولد؟ اي انا قلت رهيني، انا ما راح اخذك رهيني حاليا، راح اذبحك بارضك حاليا. ليه 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 ليه؟ كلمش كلمش ما تمزح انت، هدي يا ابوي. اسمع طلبنا جدا سهل منك حاليا والله، لانك مواطن صالح وانا حبيتك صراحه شخصيا. حلو جزاك الله خير. ها وشو كم فلوس معك حاليا؟ ما معي يا شيخ الا 50,000. طب وين وين؟ تعال تعال امشي الامام، امشي امشي الامام، تعال شوف البنك اللي هناك، روح اسحب فلوس. يلا فك يدي. طيب شلون بفمي احط الباسورد؟ كم معك بالبنك طيب قبل ما تروح على المكان؟ كم معك بالبنك؟ معي 12,000. تنصب علينا ولا كيف؟ 12,000 لا 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 30,000. 30,000 اختلف الوضع. ايه طيب غير اقوالك؟ لا مفاشل في الرياضيات انا. عنده اسلحه، عنده اسلحه. هو عنده. طيب انا قال عندي اسلحه. طيب شو نسوي معك؟ طيب قل لي. والله انا خايف. انت انت طلع 1 4 3 5. لا يا ابو ايش كم رقم ذي؟ يلا طلع الفلوس يلا. مشكله ما ودي اخذ رهيني لانه حلفت. تعرف كيف اعطيكم؟ ايه شفت شلون خليك تحلف؟ بس اي صح هذا ما حلفوا. طيب شوف لا لا ما مدينا اعطي فلوس. طيب يا ميوزك انا راح ارفع سلاح عليه طيب. وانت تستلم المبلغ. حلو. اذا غدر فينا راح احط هذه الطلقه. يا اخي بالله قد شفت واحد لون شعر اخضر؟ شوف هذا، شوف هذا السلاح سبيشل كارباني يستخدمون في وزاره الدفاع. لا شوف شوف اسمعني مواطن والله، راح تروح معنا مثل ما جيت يعني، راح نفك اسرك وكل شيء، بس الان نطلب منك تعطينا الفلوس اللي معك بس. خلاص تمام. اهم شيء السلاح لا يجي في راسي بس، اهم شيء. لا ما يجي براسك ما عليك، عشان امكم تذبحون. خلاص تمام. الفلوس مين اعطيها؟ فكوا كلبشه يا شباب. عطنا ما عندي نعطي. سميني ابو الفلوس يا حبيبي، عطني فلوس. ابو الفلوس والله من راسك وانا داري. ليه راسي؟ شبه يا حبيبي راسي حلو. شوف راسي. ما في شيء، ما في شيء راسي. شوف من ورا يا حبيبي، شوف شوف الصراحه محلاها من ورا تحت شوي. اوف اعطاني 60,000. 60,000 هي اعطاني 60,000. طيب هاي شباب ما الحين ما معي الا 2500 حقت نهايه الشهر بس. اي عطني هي، عطني هي. وين 2500؟ عطني ما معي عقت لك اللي انت مو عارف. عطني انا بشتري لك اكل، عطني 2500 يلا. ما يمزح هذا، خلاص امسك 2500 بحلل كلش. ذا امسك عاد معي دولار، قل بتاخذه. ما والله ما تشم معي. خلاص لا تذبحوني يا شباب، لا تذبحوني. انا اعطيتكم كل اللي عندي وكونه تمام على جسمي تمام. بايعها ذا ارهابي يا ابوي، ايش بيفجرنا ذا؟ بنطلع يا شباب. سامعني واخيرا راح يتفجر البقاله كامله. اي سامعني كمنا يا شيخ يعني. اسمعني يا مواطن، لا حد يربطه. خلاص خلاص ما عليك ما عليك. ممكن فلوسك رجعت لك حاليا. حلو. اوه رجعت لي وزياده كف والله. اي ليش؟ لانك مواطن حاليا، ما كذبت ابدا وفعليا اعطيتنا فلوس وطعت الاوامر. خلاص بس كنا نمزح معك يعني، ما علينا. يلا مشينا. يلا طيب لا تخلوني هنا يا شباب. ايه تعال معنا، تعال معنا. تعال معنا. تركوني هنا. يلا بنروح المدينه. يلا انا كان ودي اذبحك والله بس مام قلب. في شيء اسمه سلاح معك ميني، مع ميني اسم جي. انزل يا اللي شعره اخضر. لا خليه خليه. ليه؟ وش صار؟ بنزل خليه. لا لا بس انزل شيء، انت مصدق. لا لا خذ خذ الكراج بالله عليك، لا تتركه لوحده والله حرام. اصبر 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 اصبر. لا 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 مت يا عيال. لا
مات. مالك انا عندي بس اوه حرام والله حرام عندي عدة طبية. عالج عالج والله تعالج. كنت مسكين. يلا كفو عالج عالج. ها قلت لي معي ميني اس ام جي انا ومو عارف انا معي يب هذا الميني اس ام جي هذا اللي كنت حمله بشوي تقدر تطلع بالسياره والله توني اشوفه توني مسكته حاليا والله كفو شباب انزل هذا بس وصل الكراج لو سمحت طلب مني كفو يا شيخ قلت لو منك اثنين كان الدنيا بخير والله ما اتوقع يلا مشينا 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 طيب بعد كم يمكن 20 دقيقه راح اسوي حفله في بيتي حفله ايوه بس كل واحد يجيب هويته معاه كل واحد يجيب ايش هويته معاه okay. هويته ليش داخل منطقه حكوميه انا اي أيوة والله ليش دعوه نجيب هويتنا معنا حبيبي لا والله ايوه ولا كيف بلس في خمر او خمر يا حبيبي بجي اول واحد يلا مشينا لا يا حبيبي انا ما اشرب يلا خلص بجيب الهويه انا بجيب الهويه خلص ابشر بايع هذا حط سي 4 فاره بغيت تجرنا في البقاله والله اي تشوف على لحظه والله خوفني ها والله بدات اخاف منه انا حسبته يمزح طلع صامل والله الله الو هني القياده اكيد اكيد هني القياده والله هني اللي اعطاك رخصه القياده حبيبي صار فيه ذا ليه مو يركب مقفل السياره ما يركب ما يركب ما يمديني اركب كرست على اللعبه كرست على اللعبه هي جاي كرست على اللعبه قاعد يحكي معي بالسكول حلو حلو بس ليه قفل السياره ما فهمت انت رايح المدرسة ولا كيف مكالو والله عندك سيارة يا ابو انا عندي سيارة بس يلا بس ما منتظر الشخص هيني تعال 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 شو بتعطيني سلوك ولي والله اشتري سيارة ايه اعطاني ولي اشتري سيارة فيهم اي اكيد اشتري سيارة جليش شوف عندك انت ايش تبي سيارة اوف رود ولا تبيها سريعة ولا ايش انا بتقاسم فلوس معك تعال لا لا انا محتاج ليه؟ اشتبي لا ما شكله غني كمان بس مسكر علينا طب ليش تعال شفت غني شعر اخضر لا انت ما لا والله اتقاسم معك فلوس تعال لا محتاج عندي سيارات انا عندي كم طيب عندك سياره سريعه حلوه كذا اي عندي 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 سياره اشوركها طيب وريني جي كلاس الجي كلاس تقدر تشتري اياها مام كان الجي كلاس كفو اشتريت حاليا يلا طلع يا سلام يا شباب اسمع قوانين بتصير تتبع داخل المدينه الامنه اكيد صح تتبع برا جوا المدينه لا 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 اصبر خلاص الان فهمت والله اوه هي جي 65 اي الظاهر انها تكه شوف بشتريها بطيب بشتريها اشتر عادي 450 انا مجهز شوتجن عادي اشتريها انا مجهز شوتجن ما يدخل انا ما يدخل اللي مجهز شوتجن يلا الله كفو تراني مجهز السلاح مجهز السلاح يلا ثواني بس بحط الفلوس باقي بالبنك بس والله تعال تعال والله يا ابو شعر اخضر ما يمديني لازم تقسم تعال لا لا ما يحتاج يا تعال تعال خلي خليك واقف تعال تعال سرق موترنا لا لا اصبر 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 يلا تبون شيء اصبر ايوه يا ابن ابو والله وش الفلوس ذي يا ابو شوف والله منه واضح اهتمام ذا اصلا يا ابوي خلينا نخطبه تكفى لا مين الو ترى هذول ذبحت سحبت لك اياهم على الدين انا ما اعرفك ولا تعرفني ابعد عني هي يقول لك الفلوس دين والله نعرفه نحن اصلا ما نعرفه لا والله كف والله صراحه على طول حطه في البنك لا اهتمام ذا يشقلب لي انا عارف النظام ذا عجيبة شباب بنروح نسحب العشرطة جاهزين؟ اجل ايش؟ يلا العشرطة ها فورا بنروح عليه على المركز فورا نشوف اذا في شرطة اسمعوا شباب اذا شفنا الشرطة تكلم عن المخدرات وهي الحركات ها؟ ازال لا 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 سبلونات عادي عادي الخطا مني يا عسكري يا عسكري انت ميكانيكي ايش ذا انت في الكابرس حقي عينك؟ يسرقها عين عينك طب ليش تسرق سيارة ال يا ابوي تسرق سيارتي ليه يا ابوي ايش عندك انت؟ ليه طيب؟ كنت بين الملكي ها؟ ابين حديقة ملكية لا يا ابوي حقي اركب انا وصلك اركب اركب انا وصلك السلام عليكم عاد النظام ذا ها؟ عابر اخوي الو تعال اسمع صوتك خوي يعرف النظام ذا لا لا شوف انا كنت بوصله والله اني مواطن صالح حرام اركب اركب خالي الله يسامحك هلا انا دينك حف علي لا حفظ عليك شايف وجهك لون الملكي خلاص طيب ما عليك روح مشي روح مشي على الكراج يلا امشي مشي يلا والله لا قفل كاب بس مفتح عليك حرر حرر لا اسفين اسفين يا المعصب شايف زعلانين اخ اخ يلا يلا بوخر والله اندعس ما والله تشوف والله مشكلة اركب اركب اوصلك مطب ما صار له شيء اركب اوصلك خالي اركب اركب
نظامك يا ابوي مره زي كل مره اركب يا بارك بارك يلا عسكلي من اول ايه بنوك سبق ما اكبر لا تنسى تركب الحزام حاليا ضروري وين حزام شايل الكرش انت روح الكراج مكلو الكراج ارفع يدك انزل ارفع يدك وينك انزل يا حبيبي انزل